الفتيشة من أبرز وأهم المعجنات التي اعتاد أهالي تل عفر على إعدادها في الأعياد، وهي من التقاليد والطقوس المعتادة والمتوارثة في مناسبة العيد عند أهالي المدينة، وهي تعد ضمن الحلويات والمعجنات التي يتم تقديمها للضيوف في أيام العيد. رغم انتشار محلات الحلويات الجاهزة، إلا أن العوائل العراقية عامة وعوائل تل عفر اعتادت على تهيئة الكليشة في الأعياد والمناسبات، لا سيما في عيد الأضحى التي نحن على أبواب استقبالها. تهيئة الكليشة تعد من الطقوس الرئيسية في الأعياد والمناسبات في تل عفر، إلى جانب الحلويات الأخرى مثل الشقليت والبقلاوة وغيرها. وبمرور الزمن تطورت طرق تحضير الكليشة وأشكال صنعها وتصاميم قوالبها، وأنواع الحشوة في الكليشة أيضا تعددت، فتحشى بالجوز وجوز الهند والسمسم والتمر وغيرها، فيكون لكل نوع مذاق متميز وطعم خاص. تحضيرات الكليشة العراقية المشهورة، كل بيت قبل العيد يسوون كليشة، ومعروف الكليشة العراقية بطيبتها وبالأنواع اللي يسووها بالأشكال، الحشوة السمسم، الجوز، اللوز، التمر. من أهم الطقوس قبل العيد هي الكليشة العراقية، وأي بيت عراقي ما يستغني عن عمل الكليشة. نعم، سابقا كانت هناك أفران، وحاليا أن هنا العوائل تقوم بتحضيرها في المنازل في الغالب. هناك أنواع معينة من الكليشة في تل عفر، مثلا الكليشة بالتمر، الكليشة بالجوز، الكليشة بالشكر، فبالسمسم. هناك أنواع عديدة تقوم العوائل بتهيئتها خلال الأعياد. وأجمل ما في تحضير الكليشة هو اجتماع نساء المنطقة في البيوت تباعا، فيقمنا بإعداد الكليشة من مرحلة العجين مع تفاصيل عديدة، ثم وضعها داخل الفرن لوقت محدد حتى تكون جاهزة لتقديمها للضيوف والزائرين في أيام العيد. القرايب والجوارين يتجمعون يسووها، والمعروف بعمل الكليشة النسوان يتجمعان يروحن على البيت، يعني بيت هاية يسوون الكليشة يكملنها ينتقلن على بيت ثاني وهكذا. لبرنامج صباح الخير يا عراق، محمد دامرتشي، تل عفر.